بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الجزء الأول من الـ Engineering Economy Part 1 على بركة الله. الـ Objective، عايزين نحاول نفهم النقاط التالية: Definition of Engineering Economy، إيه تعريف الـ Engineering Economy؟ نمرة 2، إيه خطوات الـ Economic Study Steps لما تعمل دراسة اقتصادية؟ إيه الخطوات التي يجب متابعتها والإلمام بيها؟ بعدين ما هو الانترست ريت، الفايدة، الإكوافالنس اللي هي قيمة النقد، القيمة الحالية والمستقبلية والقيمة الماضية، والإكوافالنس التماثل بينهم أو المساواة، آخر حاجة سيمبل انترست اند كومباوند انترست. Engineering economy involves formulating, estimating and evaluating the expected economic outcomes of alternatives designed to accomplish a defined purpose. Mathematical techniques simplify the economic evaluation of alternatives. تعريف يعني صياغة، عمل صياغة، formulating عمل صياغة، estimating حساب، evaluating تقييم، العائد الاقتصادي للبدائل، alternatives designed المصممة، to accomplish defined purpose لتحقيق هدف معين، والاستعانة بالنماذج الرياضية لتسهيل حساب وتقييم البدائل. النقطة الثانية اللي هي الايكونوميك ستادي والنقاط اللي داخلة فيها. بيقول لك ان engineering economy study involves، تشمل many elements. الأول حاجة identify و understand the problem، بتحلل المشكلة اللي بتصادفك عشان بالهدف من المشروع بتاعك. نمرة 2، إن أنت بتجمع الداتا، يعني بتجمع معلومات مختلفة وبدائل الحلول. نمرة 3، make realistic cash flow estimate، الكاش فلو اللي بيشمل الكاش إن والكاش أوت، أنت محتاج تدفق نقدي في فترات معينة، والكاش اوت التدفق النقدي الخارج. نمبر 4، identify economic measures of worth criteria for decision making، الجماعه اللي هم صناع القرار بتحيطهم بالبدائل الورث، الاستفاده، عناصر الاستفاده وكيفيه قياسها. نمبر 5، evaluate each alternative، يعني كل بديل بتعمل له تقييم. Considering non-economic factors using sensitivity analysis as needed، بتدخل ال non-economic factors، العناصر الغير الخاصة بالإيكونومي ومدى تأثيرها. نمرة 6، select the best alternative، يعني عندك مجموعة من البدائل بتقيم كل واحد وبتدي له درجة، البديل الأول أفضل من الثاني أو الثالث، وبتوصل للبيست الترناتيف. وبعدين 7، implement the solution and monitor the result، تستقر على حل نهائي فبتطبقه وبتعمل analysis تقييم ومتابعة للحل النهائي ومدى نفعه. تعريف الانترست، الانترست ببساطة هو القيمة النهائية ناقص القيمة عند البداية، يعني عندك بداية قيمة الزمنية للفلوس. فبيقول لك interest is manifestation of time value of money. Computational interest is the difference between an ending amount of money and beginning amount. قيمة نهائية الفلوس ناقص قيمة عند البداية. اللي حصل انت الفلوس دي كيف تحصل عليها؟ بتجيبها عن طريق يا اما اقراض من البنك، فبتاخد مبلغ معين وبعد فترة زمنية ما بتفق مع البنك ان انت تعيد سداد المبلغ، فباقتراض وإعادة سداد، فالمبلغ اللي انت بتعيد سداده مش هو نفس القيمة اللي انت خدتها، فيبقى المبلغ النهائي اللي احنا بنقول القيمة النهائية اللي انت هترجعها للبنك اذا كنت بتاخد اقتراض بتساوي القيمة اللي انت استلمتها من البنك زائد الانترست اللي هو العائد. فبيقول لك انترست بيساوي amount owed now ناقص البرنسبل، البرنسبل اللي هو المبلغ الرئيسي. When interest paid over a specific time unit is expressed as a percentage of the principal، لما بتاخدها بتبقى العائد الفايدة نسبة من المبلغ الرئيسي
زي ما هنشوف قدام حضراتكم في دايجرام، دايجرام اللي هو بيبين لك البنك وانت بتاخد القرض، ده البورور اللي هو اللي بيستلف وبيرجعه، ريبيمنت زائد الانترست، او اذا كان في مستثمر بيقرض كوربوريشن بيضخ فلوس وبيصرف وبعدين بيرجع له العائد ريبيمنت زائد الانترست. مثال بيقول لك ان امبلوي ات ليزر كاينتيك دوت كوم بورز استلف 10,000 في فيرست اوف ماي اول مايو، ومفروض يسدد ال 10,000، المفروض يسددهم 10,700 بعد سنه، فعايز يحسب ايه هي الانترست وعايز يحسب نسبه الانترست ريت. انت عندك الصيغه اللي بتساوي المبلغ النهائي بيساوي المبلغ اللي انت اقترضته زائد الانترست. فهو دلوقتي عناصر بتاعتنا انه الاوريجينال فاليو ذا ماني 10,000 والاماونت اود 10,700 المفروض يسددهم بعد سنه، يبقى الانترست الفايده بتساوي المبلغ عند النهايه ناقص المبلغ اللي المفروض تسدده 10,700، المبلغ اللي خدته 10,000 يبقى قيمه الانترست 700. الانترست ريت بتنسبها للبرنسبل زي ما هو قال في التعريف، البرنسبل اللي هو الايه المبلغ الاصلي اللي هو عند البدايه، فبتقول 700 على ال 10,000% يديك 7% برسنت بير يير، حسب ان احنا قلنا في التايم بيساوي 1 يير. مساله ثانيه، كالكوليت ذا اماونت ديبوزيتد 1 يير اجو تو هاف $1,000 ناو ات انترست ريت اوف 5% بير تايم. دلوقتي المساله دي مساله استثمار مش موضوع سلف، واحد بيودع في البنك. ايه المبلغ الاصلي اللي حطه وخد عليه فايده 5% عشان بعد سنه ياخد $1,000؟ الحاجه الثانيه، كالكوليت ذا اماونت اوف انترست ايرند ديورينج ذا تايم بيريود، قيمه الانترست اللي حصل عليها في خلال فتره السنه. هنستكمل ان شاء الله المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.